السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مستر يوسف من قناة أيسل أيس English Language Learning. أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم إن شاء الله في موضوع مهم للجميع، واللي هو إن شن هي الأشياء اللي حتساعدني إنني نطور من محادثتي. طبعا ما فيش حد يقدر يساعدك لو أنت ما ساعدتش نفسك. فالطرف الأول أو النقطة الأولى اللي هي أنت. أول شيء حابب إني ندعوكم تشتركوا بالقناة وديروا لايك على الفيديو لدعم القناة ومساعدتي على تقديم الأفضل. So are you ready? يلا بينا. يلا بينا. النقطة الأولى. It's gonna take time. It's going to take time. أكيد حتاخذ وقت. فيك ما تقتنعش أو ما تقنعش نفسك أو ما تكذبش على نفسك إنك خلال فترة قصيرة جدا، أسبوعين أو شهر، حتتعلم أو حتطور من محادثتك إذا كان محادثتك أنت تعتبر بسيطة. So it's going to take a bit of time. حتاخذ منك وقت. على الأقل حنقوله شهرين. Okay? فلازم في الأول تقتنع إن هي حتاخد وقت، والشيء هذا حيساعدك إنك أنت تتجهز نفسيا ومش حيأثر على رغبتك ومش حيأثر على عزيمتك، خصوصا لما أنت تشوف إن في تطور أو تحسن بسيط جدا، أو أحيانا ما يكونش تحسن ملحوظ، فبالتالي إنك أنت تتضايق، لا، هذا مش الشيء الصح. الشيء الصح إنك أنت تكمل، وهذه هي اللي حتوصلنا إلى النقطة الثانية، consistency and continuity. بمعنى انك لازم تكون منظم ولازم انك انت تستمر. تكون منظم كيف؟ لازم انك انت في ايام معينة، مثلا 3 ايام خلاص 3 ايام، 4 ايام 4 ايام، ولازم انت تكون مستمر، سواء كان شهر او شهرين او 3 شهور او 4 شهور. ما تشوفش لغيرك، علاش؟ لان مثلا لو انا تعلمت اللغة الانجليزية في 5 سنين، يمكن غيري يتعلمها في 5 شهور، ربي يعطيه قدرات ومهارات انا ما عنديش. فرجاء خاص، لازم دايما انك تتحدى نفسك، ولازم تتعرف على نفسك وتتقبل ضعف مستواك وقلة معلوماتك، غيرك لا. أوكي؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة listen practice listen. listen practice listen. شو المقصود بالنقطة هذه؟ المقصود أن في الأول أنت منين جبت المعلومة عشان تطور من المحادثة عندك؟ منين؟ أكيد من مصدر. فدائما لازم انك انت عشان تحرص ان لغتك تكون سليمة، لازم تاخذها من مصدر موثوق فيه. فلسن للمصدر اللي انت اخذت منه، بعدين practice، حاول انك تتمرن وتقلد المصدر اللي انت اخذت منه. لنفترض جملة اخذتها انت من اخبار او من تلفزيون او من فيلم او من اي مصدر ثاني، فتسمعتها كويس. قد تسمع مرة او 2 او 3، لكن المهم انك لما تسمع بتركيز، تسمع على النطق، تسمع للنغمة، الارتفاع والانخفاض، بعدين تحاول انك انت practice اللي هو تتمرن او تقلد الشيء اللي انت سمعته. المرة الثالثة لما تسمع اسمع نفسك، فاذا لازم انك انت تسجل نفسك وتسمع لنفسك. اوكي؟ وبعدين تقدر انت تقيم. وهذا بيوصلنا الى النقطة الرابعة، واللي هي the mobile phone can be your teacher. اذا موبايلك يمكن انه هو يساعدك في انك انت تجري نفسك بنفسك. طبعا عندنا التطبيقات، عندنا الابليكيشنز في عدة تطبيقات تشرح لك او ان هي تعطيك محادثات او تعتبر مصدر من مصادر الاستماع. وطبعا تكلمنا في عدة حلقات او عدة فيديوهات بخصوص الشيء هذا، مثلا تطبيق 6 minute English، هو خاص، هو تطبيق من البي بي سي. كذلك في تطبيق خاص للاندرويد واللي خاص بالمحادثة، واللي هو كونفو English Expressions. ركزوا على الاسم لأن في عدة تطبيقات مقاربة للاسم. اسم التطبيق Convo English Expressions. في تطبيق خاص بجماعة الآيفون، ما تزعلوش، واللي هو English Speaking Practice. التطبيقين هذا سواء كان للأندرويد أو كان للآيفون حيقتلوا عذر أنك أنت تقول ما عنديش حد نمارس معاه اللغة. التطبيقين هذا يعطوك أول شيء محادثات كثيرة جدا، على الأقل 80 محادثة. في كل محادثة عندك شخصيتين حتقدر تسمع، يعطيك معاني الكلمات لكن كلها باللغة الإنجليزية، بعدين يديلك اختبار، بعدين يعطيك جزئية التمرين إنك تتمرن على المحادثة. وهذه الجزئية الجميلة منها، واللي هي إيش؟ إن لو عندك أنت شخصيتين فتختار شخصية واحدة فقط. لما أنت تختار شخصية وتشغل المحادثة، فالموبايل هو اللي بيقرأ الشخصية الثانية، وأنت هتقرأ الشخصية اللي انت اخترتها، وبالتالي وكأن في شخص معك يتكلم. طبعا الميزة جدا في تطبيقين هذا سواء كان
للاندرويد او كان للايفون ان الاصوات اللي موجوده في التطبيق اصوات طبيعيه، ما تحسش انه هو شخص وهمي. الشيء الثاني اللي حيساعدني فيه الموبايل واللي هو ايش؟ الالارمز. انت عندك حاجه اسمها المنبهات، فلازم المنبهات التوقيتيه طبعا قصدها. فالمهم جدا انك انت تستخدم المنبه مثلا الساعه 9 الصبح، لازم انك تدير شيء معين، مثلا انك انت تبي تسمع او قصه او انك تبي تشغل قناه البي بي سي. العموم انك انت تستخدم المنبه في شيء معين، خلي هو موبايلك هو اللي ينبهك. في الاول لازم تحتاج الموبايل، ما تقولش اني يعني اوكي حندير، لا حبيبي الغالي، خليها وكانها نظام حصص وقاعات وما الى ذلك. فلازم تدير منبه ان مثلا الساعه 5 لازم نتفرج على فيديو في قناه ايصل ايس انجلش لانجويج ليرنينج بخصوص مثلا المفردات، الساعه 8 لازم اني ناخذ درس القواعد، الساعه مثلا 11 ونص لازم اني ناخذ شويه استماع. لازم انك انت تجدول نفسك. اوكي، ننتقل الى النقطه الخامسه واللي هي ريد اوت لاود. رولا ايت ريد اوت لاود، شو المقصود منها؟ انك انت تقرا وتسمع لنفسك. لازم انك انت الشيء هذا تنميه. في البدايه انت يمكن تستغرب شنو اهميه الشيء هذا. شوف، في من الاشخاص لو يسمع نفسه يتكلم لغه انجليزيه يمكن ينصدم. علاش؟ لان بينه وبين نفسه في داخله انه ما يقدرش يتكلم انجليزي. فنتمنى انك انت read out loud، انك تقرا لكن بصوت عالي. ماشي، عندك حاجتين، طرق القراءه او انواع القراءه في الموضوع هذا مش في بقية المواضيع. يا إما إن أنت تقرأ شيء أنت سمعته أو شيء أنك أنت ما سمعتهش. المهم أنك أنت تقرأ وتسمع لنفسك. حاول أنك أنت تقلد النطق البريطاني أو الأمريكي أو الكندي، مش مهم، أهم حاجة حاول أنك أنت تنطق مثلهم. أوكي، حاول أنك أنت تقلد. طبعا ما تستهينش بالنقطة هذه، لأن النقطة هذه هي اللي خلتني نتقن اللهجة من غير أني ما نعيش أو نسافر للخارج. ننتقل إلى النقطة السادسة واللي هي write، واللي هي إيش؟ بمعنى يكتب. دائما اكتب، اكتب جملة، جمل، عدة جمل، مجموعة جمل. أهم حاجة دائما اكتب write. الكتابة حتساعدك هلبة. باش ندخل الكتابة في المحادثة؟ أنت تو قلت لنا نحن نتكلم مع المحادثة وتو جاينا في الكتابة وقبلها في القراءة. ماشي، ما تنساش أنني بديت بالاستماع وبعدين الريدينج وبعدين الرايتينج، صح؟ جميل. باشين فائدة الرايتينج؟ الرايتينج هي عبارة عن إنتاج للغة عن طريق سبيلينج، إنك أنت تنتج جمل، تطلع جمل، تستخدم مفردات، تستخدم القواعد، هذا كل أنت حتستخدمه في الكتابة ولكن عن طريق سبيلينج. كيف تختلف الكتابة عن المحادثة؟ في شيء واحد واللي هو إن الكتابة عبارة عن سبيلينج، أما المحادثة فعبارة عن صوت. فأنت لو تمارس في الكتابة وكأنك تمارس في المحادثة الصامتة، تمام؟ فدائما حاول أنك أنت تكتب جمل، حاول أنك أنت لما تكتب تسمع نفسك، حاول أنك أنت تنطق وأنت تكتب، أو بعد ما أنك أنت تكمل الجملة أو العدة الجمل هادو أقراهم وأسمع نفسك. دائما دير الشيء هذا وخليه عندك في المنبه. وتوجه دور النقطة السابعة واللي هي مهمة جدا واللي ساعدتني أنا شخصيا. طبعا النقاط هذه كلها عبارة عن أشياء أنا طبقتها ودرتها، فأنا نشارك معك في خبرتي الشخصية كليبي وكشخص ما سافرش للخارج، مش زي ما أن مثلا كلام كتب أو كلام دراسات. طبعا النقاط هذه حتساعدك. ليش؟ لأنها فعلا أدت معي في نتائج جميلة جدا. أوكي، يمكن احنا أنا وياك حنختلف في المدة، بس يمكن أتقنتها مثلا في 5 شهور، أنت تقدر في شهرين أو 3 شهور أو 4 شهور أو ربما سنة. هذا الأمر مفروض ما يزعلش حد. أوكي، النقطة السابعة عشان تقول think of how to say. دائما حاول أنك أنت لو أنت ما تقراش أو أنت في مكان ما يسمح لكش أنك أنت تمارس اللغة أو تقرأ شيء معين، حاول أنك أنت كيف تقول الشيء هذا باللغة الإنجليزية في شيء معين، جملة معينة، حاول انك انت تفكر كيف يقولوا فيها باللغة الانجليزية. ويا ريت تحاول انك تستخدم موبايلك في تطبيق واللي هو خاص بالملاحظات، اكتب الجملة هذه باللغة العربية او باللهجة الليبية، وبعدين النقطة او المكمل للنقطة هذه واللي هو think of how to say and ask، واسأل. لو انت
مثلا حابب انك تقول شيء معين باللغه العربيه او باللهجه الليبيه، ولكن ماكش عارفه كيف يقولوا باللغه الانجليزيه، فالمهم جدا انك انت تكتب الشيء هذا دون عشان ما تنساش شيء، وبعدين انك انت تسال عليه. المهم جدا انك انت بعد ما تفكر بخصوص كيف how to say this in English وبعد تسأل، المهم جدا انك انت تستفيد من الجمل اللي انت حصلتهم وتدونها عندك باللغة الانجليزية وتحاول انك انت تستخدمها. ننتقل الى النقطة الثامنة والاخيرة واللي هي من اهم النقاط للامانة، حل المستيكس. شنو هو حل الاخطاء؟ في كثير من الناس تخاف من الاخطاء، لكن كلكم عارفين ان اكبر علماء العالم عندهم معامل. المعامل هذه علاش؟ لو هو مثلا هو بروفيسور في ذا بروفيسور، لو هو مثلا بروفيسور في الكيمياء، علاش بيكون عنده معمل؟ علاش؟ لانه هو بيجرب، فهو معمل تجارب. يعني حتى اقوى العلماء واذكاهم عنده معمل تجارب، واضحه من الكلمه تجارب بمعنى جرب. ليش؟ لان في احتماليه الخطا، ولكن هل هو لأنه عارف أنه حيخطئ ما نفذش أي شيء؟ لا، بالعكس، عارف أنه حيخطئ واستسلم للشيء هذا لأنه هو بشر، فإحنا كبشر لازم أن احنا نغلطه. ماشي، شنو حل الخطأ؟ حل الخطأ اللي هو التمرن. حل الخطأ اللي هو التمرن. باي كيف حل الخطأ التمرن؟ التمرن إلا أنه لما أنت تتمرن باللغة أو تمارسها حتكتشف أخطائك، أنت حتكتشفها أو غيرك حيكتشفها، وبالتالي الأخطاء هذه حتصحح. الجميل جدا أنك دائما تسأل وتصحح، إن لو مثلا هل صح أنني نقول كذا عشان نقصد كذا؟ أوكي، الطرف الآخر لازم يكون مصدر reliable، موثوق فيه، عشان لما يعطيك الإجابة تثق أن إجابته صحيحة، وبالتالي بتصحح المعلومات اللي عندك. فحل الأخطاء اللي هو أنك أنت تمارس اللغة وتتمرن، وبالتالي كل ما أنت تمارس اللغة أكثر كل ما تطلع عندك أنت أخطاء. الأخطاء هذه هي نسبة الفائدة، لأن الأخطاء هذه اللي أنت ارتكبتها حيتم تصحيحها، وبالتالي حيزيد نسبة الصحة عندك، حتزيد نسبة الصحة عندك وحتقل نسبة الخطأ. المهم جدا أنك أنت لما تعرف الخطأ شنو هو لازم تعرف علاش، وبعدين تصحح معلوماتك، وبالتالي فتقدر أن تكون عندك ثقة كبيرة جدا في معلوماتك. أوكي؟ إن شاء الله الثمان نقاط هادو حيساعدوكم جدا في أنكم تطوروا من محادثتكم. طبعا في عدة نقاط أخرى، ولكن يمكن أني تكلمت عليها في فيديوهات سابقة. نتمنى أنكم أنتم تطلعوا على فيديوهات القناة وحتلقوا فيها كل شيء مفيد. نتلاقوا في درس جديد. كان معكم يوسف أبو بحيرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.